أهلا بكم مشاهدينا. حكمت محكمة جنايات الخرطوم برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي على الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بالسجن لمدة عامين ومصادرة العملة الوطنية والأجنبية موضع الاتهام، والتي ضبطت في مقر إقامته بقصر الضيافة لصالح حكومة السودان، وذلك وفقا للمادة 21 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل سنة 15 و2000، مقروءة مع المادتين 5 و9 من قانون تنظيم التعامل مع النقد الأجنبي لسنة 1981 والمادتين 6 و7 من قانون مكافحة الثراء الحرامي والمشبوه. وأكد قاضي المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهم أدخلت البلاد في تحديات اقتصادية أدت لارتفاع في أسعار السلع وانخفاض سعر العملة الوطنية، لينتج عن ذلك كله عدم مقدرة الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين. 1. إيداع المدافع عمر حمد البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين على أن تحصل المدة بعد انتهاء إيراد البلاغ 5650 على 2019 الخاص بخطاب التسليم الوارد إلينا بتاريخ 28 أغسطس 2019 مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية والمحددة بمستند الاتهام 5-6 لصالح حكومة السودان، صدر تحت توقيع أنا الصادق عبد الرحمن الفكي قاضي محكمة الاستئناف المكلف في يوم 14 ديسمبر 2019، يسلم الأطراف صور من الحكم ويسمح لهم بالاطلاع ويخطر حقهم في الاستئناف خلال 15 يوم بليلة المحكمة الاستئناف رفعت الجلسة. إلى ذلك استنكر رئيس لجنة الدفاع عن المتهم أحمد إبراهيم الطاهر الحكم الصادر ضد البشير، وأكد في تصريحات صحفية أن الحكم صدر متأثرا بالإعلام المضاد، مشيرا إلى أن الحكم بني على تأثيرات الشارع وليس على ما في داخل المحكمة من حقائق، مؤكدا أنهم سيستأنفون الحكم الصادر ضد موكلهم لدى المحكمة العليا. ذكرنا له ونبهناه ألا يتأثر بذلك، وقد أكد لنا في الجلسة الأولى أنه لن يتأثر، ولكن هذا الحكم كله الآن بني حقيقة على ما في الشارع من إعلام وليس ما في المحكمة من حقائق، ولذلك نحن سنستأنف هذا الحكم إن شاء الله لمحكمة الاستئناف ثم للمحكمة العليا ثقة في أن القضاء لا زال بخير إن شاء الله.